صباح الخير عليكم، مرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم حنديروا فرض للفصل الثالث في ماده الرياضيات. هذا كانوا داروه فرض في لو موا دافريل، يعني ما حبيتش نكتب لكم اختبار ولا كيما كان داروه، يعني المدرسه دارته فرض، خليته لكم باش تعرفوا باللي فرض كمراجعه لاطفالكم بيان سور، وتشوفوا النماذج. نبداو مباشره التمرين الاول، اكملوا ملء الجدول في كل مرة. هنا عندي العدد بالأرقام وهنا العدد بالحروف، تقرأ لهم الأستاذة تقول لهم العدد بالحروف 59، الخانة اللي فوقها حتكتبوا لي العدد بالأرقام 9، نبدأ 59. من بعد نروحوا للخانة الثانية، عندي 15، تكتبوا في الخانة اللي تحتها بالحروف تكتبوا لي 15، 15، 34، 34. تمرين ثاني، أحسب ثم أكتب العدد المناسب في كل مرة، عندنا وحدات وعشرات. نبدأ، عندي 1، 2، 3، 4، حنكتبه في العشرات، 10، 20، 30، 40. شحال عندي الوحدات؟ عندي 1، ولا يبدأوا بالوحدات ويروحوا يكتبوا العشرات، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 8 وحدات وعندي 10 واحدة، 1، 2، 3، 4، نكتبها في خانة الوحدات، 1، 2، 3، 4، 5، 1، 2، 1، 2، 3، 4، 5، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 1، 2، 1، 2، 3، 4، 5، 6، وعندي 10 واحدة. كنا درناهم عدة مرات. نجوز للجزء الثاني، رتب الأعداد التي وجدتها من الأصغر إلى الأكبر، يعني هذه الأعداد حيرتبوهم من الأصغر إلى الأكبر. نروح نشوفه، عندي 41، عندي 18، 54، 52، 29، وعندي 16. 16 هو صغير، دايما يشوفوا للعشرات. هنا عندي 1، 2، 5، 4، 1، 5، دونك هنايا عندنا كيف كيف 1 و1، كي نلقاوهم متساويين نروحو للوحدات. نجوزو لهنا، هنا عندي 6 وهنا عندي 8، شكون اللي صغير؟ 6 اللي صغير. نورمالمون يعني جازوا على هاد المرحلة، مي معليش. من بعد 18، من بعد 29، مور الواحد حيجينا 2، مور 2 جينا 3، ما عنديش كامل 3، عندي 4، مور 4 عندي 5، عندي 5 هنا وعندي 5 هنا. نجوز الوحدات، شكون اللي صغير؟ 2 ولا 4؟ 2 هو اللي صغير، دونك 52، وفي الاخير 54. نجوز التمرين الثالث، اكمل الحساب. نبداو على بركة الله، عندي 15 زائد 4. شوفوا في هذه المرحلة إلى مدلهم هكذا، أنا دائما نقول لكم علموهم في مسودة يكتب العملية عمودية. تاني في هاد يعني تاني نقدروا نقولوا للطفل، يعني في هذه المرحلة راهو في الفصل الثالث، 15 يحطها في راسه ويضيف لها 4، 15، 16، 17، 18، 19، ولا يعني على بالو بلي هادي راهي وحدات، هادي راهي وحدات، راح يجمع هذا مع هذا يحطو، ومن بعد الواحد مع الصفر ويحطو. شوفوا الطريقة اللي تساعد وليدكم، يعني باختصار ما تقولوش مدت له هكذا ومدت لهم هذه الطريقة ولازم يديرها وليدك ما قدرش يفهمها، انت خلاص يديرها هي ولا لا؟ لا، عملية جمع تسمى عملية جمع، كسوسوا يحسبها تاع الوحدات ولا يحط هذا العدد في راسه ولا عموديه، سي لا ميم شوز. شوفي انت وليدك واش يساعده، واش فهم. عندنا 18 ناقص 7،
هنا عندي وحدات، هنا عندي وحدات، العشرات ديالي ما كاين والو، عندي صفر. 8 ناقص 7 واش تمدلي؟ تمدلي 1. 1 ناقص 0 يمدلي 1. عندي 34 زائد 5، عندي 4 زائد 5 تمدلي 9، وعندي 3 زائد لا شيء يقعد 3. سينا 34 35 36 37 38 39. 26 ناقص 6، 6 ناقص 6 صفر. 2 ناقص لا شيء 2. 45 ناقص 5، 5 ناقص 5 صفر. 4 ناقص لا شيء 4. نجوز للجزء الثاني. أكتب الأعداد المحصورة بين كل عددين في كل مرة. عندي 17 18 19 20 21. دونك 18 و 19 و 20 هما راهم أعداد محصورة بين هذا وهذا. ثمانية وثلاثون، تسعة وثلاثون، أربعون، واحد وأربعون، ستون، واحد وستون، اثنان وستون، وثلاثة وستون. التمرين الرابع، أكمل ملأ الفراغات. تسعة وعشرون، عشرات ووحدات. أنا عندي 2 عشرات هملك، وعندي 9 وحدات، عندي 1 عشرات وتلت وحدات، عندي 6 عشرات وست وحدات. بهذه الطريقة نجوز للوضعية الإدماجية. تحتوي حديقة منزل على 47 زهرة، قطف منها 5 زهرات، كم زهرة بقيت في الحديقة؟ كانوا عندي 47 زهرة، نحينا 5 زهرات، شحال قعدوا لنا من زهرة؟ عندي 47 ناقص 5، 7 ناقص 5، 2 4 ناقص لا شيء 4، قعدوا لنا 42 زهرة. عدد الأزهار المتبقية في الحديقة هو 42. وبهذا نكون كملت النموذج ديالي لنهار اليوم. إن شاء الله يكون إعجابكم، إن شاء الله تعودوه لولادكم، ما تعجزوش في الكتابة، دايما نقولها لكم ونعاودها. بهذا نقول لكم تهلاو في روحتكم في وليداتكم، ما تنسوا ليش جام بارتاجيو الفيديو هكذا باش تعم الفائدة، وبزاف أمهات يقدروا يراجعوا لولادهم. نقول لكم سلام.